السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسنا، سأبدأ الآن مباشرة في شرح الإعدادات. difficulty level هذه خاصة ب كلما رفعتمها كلما ارتفع الليفل الماكس، وكلما ازدادت الصعوبة وكلما ازدادت جودة الدروبات. داينو دامج و بلاير دامج هي كم، يعني كلما رفعتمها كلما ارتفع الدامج الذي تقوم به. structure damage هي الدمج الخاص بالسبايك وولز او تلك الدفاعات الشوكية. player resistance و dino resistance هي مقاومة اللاعب او الديناصور للدمج وللتوربر الى اخره. structure resistance هي مقاومة البنايات للدمج، يعني البناية تتحمل دمج أكبر قبل أن تنهار. هذه سرعة التلفيل، هذه سرعة الترويض، هذه ليست مهمة. هذه كم تدمج التوريتات الديناصورات. إذا رفعتموها ستصبح التوريتات تدمج الديناصورات بشكل أكبر. هذه سرعة تجميع الديناصورات للموارد، هذه كمية التجميع. دائما أفضل أن أختارها في بين 2.5 و5. هذه سرعة نفاذ الماء، يعني كلما رفعتها كلما سيعطش بشكل أسرع. هذه كلما رفعتها كلما سيجوع بشكل أسرع، والعكس إذا قللتها سيجوع بشكل أبطأ. هذه نفس الشيء بالنسبة للديناصورات. هذه سرعة نفاذ السامنة بالنسبة للاعب بالنسبة للديناصور. هذه سرعة استرجاع الهيلث بالنسبة للاعب بالنسبة للديناصور. هذه سرعة التجميع بالنسبة للاعب. هذه عدد الديناصورات في الماب، كلما رفعتموها سيصبح عدد الديناصورات أكبر، وكلما قللتموها سيصبح عدد الديناصورات في الماب أقل. وحتى من الـ FPS أو سرعة اللعبة، إذا كانت عندكم بطيئة ستصبح أسرع بقليل إذا قللتم عدد الديناصورات. هذا مود الهاردكور، يعني عندك حياة واحدة ولا يمكن أن ترسبين في السرير. إذا مت مرة واحدة ستعيد من البداية. وبالمناسبة يعني أنا أقوم بفيديو عن هاردكور 100 يوم في أرك، وصلت الآن إلى اليوم 80، فبعد أسابيع قليلة إن شاء الله سأقوم بتنزيله. الـ PvE mode و disable friendly fire. إذا فعلتم هذين الخيارين فلن تتمكنوا من تدمج ديناصوراتكم، ولن يكون عندكم الكرايو سيكنس. هذه كي تروا مكان اللاعب في الخريطة. هذه إذا أردتم أن تجعلوا الليفل 150 في أي ماب. هذه سأشرحها لاحقا. هذه إذا أردتم أن يظهر شعاع أخضر في المكان الذي متتم فيه كي تعرفوا أين متتم وأين توجد أغراضكم بعد الموت. هذه Disable Structure Placement Collision. إذا أردتم أن تبنوا في أماكن غير مستوية أنصحكم أن تختاروها. هذه إذا أردتم أن تبنوا طوابق متعددة فوق البلاتفورم سادل. هذه إذا أردتم أن تستعملوا المايند وايب تونيك كي تعيدوا اختيار الليفلات، يعني إذا أردتم أن تستعملوها أكثر من مرة أنصحكم أن تختاروها. وهذه إذا أردتم أن تلفلوا الموفمنت سبيد
ويعني ترفع سرعة الديناصورات الطائرة مثل التيرانودون والكويتسل والأرجنتيفس إلى آخره. هذه إذا أردتم أن تبنوا في الكهوف، إذا أردتم أن تحملوا الديناصورات بالآرجي أو بالكويتزل أو الوايفرن إلى آخره. هذه إذا أردتم أن تقوم بإزالة الأمراض مثل السوام فيفر. هذه إذا أردتم أن تقوموا يعني بالطيران في الكهوف بديناصورات طائرة وتطير أيضا في ماب فيوردر، يعني بديناصورات أخرى غير الديسمودس، يعني ممكن أن تستعملوا التيرانودون أو الجريفن، يعني أو أي ديناصور طائر عفوا، يعني على حسب رغبتكم. أنا في العادة لا أختارها، لكن من الممكن أن تختاروها. بعض المرات قد لا تعمل إذا لم تعمل يعني معكم، ولحد الآن لا تستطيعون أن تطيروا في عوالم في أوردر أو في الكهوف، فاذهبوا إلى ستيم أو إبيك جيمز، اضغطوا بروبرتيز واكتبوا هذا الخيار هنا، وبعدها قوموا بالذهاب إلى أرك مباشرة. حسنا، هذه إذا بنيتم قرب أحد الموارد مثلا قرب الحديد أو قرب الكريستال لن يرسبن. إذا قللتم هذا الخيار فرغم ف... يعني فستر... فسترس... سيرس بالكريستال أو الشجر أو الحديد رغم أنكم بنيتم قربه. وبالنسبة لهذه فهي نفس الشيء، يعني إذا قللتموها سترس بالأشياء رغم أنكم قربها. هذه يمكن أن تقللوها إذا أردتم أن تحصلوا على السماد بشكل أسرع. هذه يمكن أن تقللوها إذا أردتم أن تحصلوا على بيض أكثر في وقت أقل. هذا هو الكول داون بين التزاوج الأول والتزاوج الذي بعده، سرعة تفقيس البيض، سرعة نمو الطفل، سرعة استهلاك الأكل من قبل الطفل، يعني الطفل أحد الديناصورات. هذه يعني إذا كنتم يعني تجمعون مثلا من الشجر يجب أن تضربوها مثلا 3 مرات بالبيكاكس. إذا رفعتم هذه مثلا إلى 2 سيصبح يعني يجب أن تضربوا الشجرة 6 مرات عوض من 3، وبالتالي ستعطيكم أيضا موارد أكثر، ستعطيكم خشب وتاتش أكثر. هذه سرعة رسبانة الموارد بعد أن تقوموا بتجميعها. كلما قللتموها كلما سترسب الموارد بشكل أسرع. هذه هي طلب الطفل، يعني المدة قبل أن يطلب الطفل الإمبرنت، قبل أن يطلب مثلا أن تعطيه من جوبيري أو لحم أو أي شيء كي يقوم بالإمبرنت. هذه يعني كم إذا رفعتموها سيكسب الديناصور هيلث دامج أعلى من الإمبرنت. مثلا لو كان أحد الديناصورات يكسب 1000 هيلث بواحد
من الامبرنت، اذا كتبتم 2 سيكسب 2000 هيلث. انصحكم ان تتركوها كما هي، يعني واحد. هذه كلما قللتمها كلما سيصبح الليل والنهار معا اطول. هذه كلما قللتمها سيصبح النهار اطول. هذه كلما رفعتموها سيصبح الليل اسرع، وكلما قللتموها سيصبح الليل اطول. هذه سرعة فساد الموارد، إذا أردتموها أن تفسد في وقت أكثر، يعني تبقى فريش أو طازجة لوقت أكثر، ارفعوها. Spoiling time، هذه وقت اختفاء الموارد إذا رميتموها في الأرض. هذا وقت اختفاء الجسم، يعني بعد أن تموت يبقى جسمك في الأرض. إذا يعني رفعتم هذا الوقت، سيصبح جسمك يعني سيبقى لوقت أطول ولن يختفي، سيحتاج وقت أكبر كي يختفي. هذه سرعة نمو النباتات، هذه سرعة فساد النباتات وخرابها ويعني وموتها. إذا لم تعطي النباتات الماء والفيرتيلايزر فستموت. هذه هي يعني سرعة موت النباتات، كلما رفعتموها ستموت بشكل أسرع. بالنسبة لي هذه تيم الداينو ستات بير ليفل، كما ترون بالنسبة لجميع هذه الأشياء. لو مثلا روجتم مثلا راكس عنده 1000 مثلا في ستامينا، ومثلا كان كل ليفل ترفعونه يرفع لكم 100 في ستامينا. لو وضعتم مثلا 2 في ستامينا هنا عوض 1، كل ليفل سيرفع عفوا 200 عوض من 100. لو كل ليفل مثلا في الهيلث يرفع 500 مثلا في الهيلت، لو وضعتم 0.4 سيرفع 1000 عوض من 500 مع كل ليفل ترفعونه. هذه يعني كل ليفل ترفعونه للاعب يرفع 10 في الهيلت او 10 في ستامينا. لو وضعتم مثلا 2 في الهيلت، كل ليفل سيرفع لكم 20 في الهيلث. ولو وضعتموها في الوزن سيرفع لكم 20 في الوزن مع كل ليفل، يعني من 100 الى 120 الى 140، لعوض ان يكون من 100 الى 110 الى 120. بالنسبة لهذه هي كم الاكسبيرينس التي يعني او كم عدد الليفلات التي يعني تحصل عليها بعد ان تقتل او تقوم بالتلويت او صنع صنع بنايات او اسلحة. يعني كلما رفعتمها ستكتسبون خبرة واكس بي اكثر، وبالتالي تلفلون بشكل اسرع. هذه show floating damage text، يعني كي تعرفوا كم يدمج ديناصوراتكم تكتب بالأخضر الرقم الذي تدمجون به. هذه اختاروها، سأشرحها في أحد الفيديوهات اللاحقة. هذه كي لا يموت التيتانوسور، اختاروها إذا روجتم تيتانوسور وأردتم أن لا يموت اختاروها، لأنه إن لم تختارها سيموت من تلقاء نفسه بعد مدة قصيرة. هذه بالنسبة للكرافتين سكيل، كلما رفعتموها سيكون الكرافتين سكيل أفضل، يعني ستصنعون أسلحة أفضل.
هذه كلما رفعتموها ستصبح جودة الدروبات أعلى وستحصلون على أشياء أحسن من دروبات. هاتين، عندما ترسبينون في بداية ترسبينون مع مجموعة من السكنات، وكلما تموتون وترسبينون مرة أخرى سترسبن معكم السكنات. إذا أردتم أن لا ترسبن معكم السكنات بعد أن تموتوا فقوموا بإزالة هذا الخيار. إذا أردتم أن ترسبن السكنات معكم فاختاروا، أنصحكم أن لا تختاروا بالطبع، إلا إذا أردتم السكنات فحين اختاروا. بالنسبة لهذه floating names، إذا أردتم أن تروا أسماء اللاعبين إذا كنتم في سيرفر، أو أسماء الديناصورات عندما تقتربون أو تستعملون spy glass، أنصحكم أن تختاروها. هنا بالنسبة لهذه الإعدادات، قد يكون عندكم مثلا اللعبة يعني ليست خفيفة، ال FPS يعني يوجد لاج وال FPS قليل، وتتساءلون ما هي الإعدادات التي ترفع ال FPS بشكل جذري بشكل كبير. حسنا، إذا قللتم الريزولوشن سكيل، الفيو ديستانس، البوست بروسيسين، جنرال شادوز، جراوند كلاتر ديستنسيتي والجراوند كلاتر ديستنس، سكرين سبيس امبيانت اوكلوجن والديستنس فيلد شادوين والهاي كواليتي ال او دي، هذه هي اكثر الاشياء التي تقلل الاف بي اس وتجعل اللعبة تقوم يعني تجعل اللاك. اذا لم يكن عندكم يعني حاسوب بمواصفات يعني عالية جدا فأنصحكم أن تقللوها كي يصبح عندكم اللعبة بشكل أسرع. هذه الريزولوشن معروفة، هذه المسافة التي يمكن أن تروا يعني إذا رفعتموها سيمكن أن تروا الصخور والديناصورات التي بعيدة عنكم جدا. هذه جودة الظل، هذه كمية العشب التي في الأرض، هذه المسافة، كلما رفعتموها سترون العشب من مسافة بعيدة. هذه أيضا ترفع تحسن من الظلال، هذه distance field shadowing أيضا تحسن من الظلال، هذه إذا أردتم أن تروا لمسافة أبعد يعني يمكن أن تختاروا هذه ماكس يعني تضيفوا هذه أيضا إذا كان عندكم مواصفات تسمح. حسنا، هذه أشعة الشمس بالنسبة لهذه، وهذه هذه أهم الأشياء هنا في الجرافيكس. وهذه كما تعرفون هنا بالنسبة للمودات، وهذه المابات. حسنا، هذه هي نهاية الحلقة، إلى اللقاء.